مرحبا، خلاص جاهزين؟ اه طلاب في جروب داخلي. بكين ندخلوا ولا نبلش؟ داخلين استاذ ملان هنا لعبك 21 هسه 16. طيب اخذنا عندنا العمليات، قلنا اول عملية تكمل على الموضوع. يلا يا ابرار. طيب خلينا نيجي نحل المثال اللي اخذناه هون فيما يلي العمليات التي تمت في قسم الاوراق التجاريه لبنك القدس بتاريخ 30/11/2017. جاوب يا ايناس، شو اول كاد راح نعمل؟ افتح المايك، اللي بده يجاوب يا جماعه يفتح المايك. من حساب الكمبيوتر برسم التحصيل إلى حساب مودع الكمبيوتر برسم التحصيل 100,000 100,000، صحيح. العمولة 1%، خليك معي. نضربها ضرب 100,000. نقول 100,000 من كمبيوتر برسم إلى حساب مودعي كمبيوتر برسم التحصيل. ممتازة. والكاد الثاني طب نقدا ولا شو؟ ايش نقدا؟ نقدا يعني هي العمولة. خلاص ما كليش انها نقدا، بخصمها من حساب الزبون. تمام. طيب من حساب الحسابات الجارية الدائنة للزبون إلى حساب إيرادات عمولة تحصيل كمبيالة. ممتازة. قديش قيمتها؟ 1,000 1,000. ممتاز ممتاز ممتاز، صحيح. راح نقول من حساب الحسابات الجارية الدائنة للمستفيد اللي هو أعطانا الكمبيالة، راح نخصم من حسابه 1,000 لأنه راح نحصل له إياها، إلى حساب إيراد فوائد أو عفوا إيراد عمولة. أستاذ هاي لما ضربناها بواحد بالمية صح؟ آه صحيح. قيمة العمولة إذا تساوي 100,000 ضرب 1% وتساوي 1,000 دولار، هاي قيمة الأمور. حدا عنده استفسار على هاي النقطة يا جماعة؟ مش فاهمها. حدا عنده استفسار على هاي النقطة؟ أول نقطة قد إيداع الكمبيالات وخصم العمولة، حدا عنده استفسار عليها؟ تمام. احكي يا نجاح، ايش الاستفسار؟ اللي عنده استفسار يا جماعة يرفع المايك. أسهل ما تكتبوا. هيك اشتغل؟ ما اشتغل. اشتغل استنى. ايش الكود اللي قبل؟ فين بيبعث؟ قصدها عن الاول استاذ. الكمبيالة برسم التحصيل الا موضع الكمبيالات برسم التحصيل. ايه الوضع الرقم؟ قصدي الوضع الرقم. لا رنا. لا يا رنا خلص. بحكي لكم. بحكي لكم. خلص يا جماعه طلعنا الصوت، مش مشكله. نجاح مش فاهم شو الطريقه اللي قبل ضربنا القيد اللي قبل، قصدي ما ضربنا. ايش قصدك؟ انو قصدك المثال اللي حليناه امبارح؟ لا استاذ، قصدي المثال السؤال اللي قبل. السؤال اللي حليناه امبارح؟ لا هلا اللي احنا حليناه. طيب ماله؟ ما عملنا قيمة. اوكي، ما عملناش قيمة العمولة. طيب صحيح، كملنا على هاي ساجد وسعاد. نجاح، احنا القيد اللي قبل شوي كملناه اللي هون، هذا القيد اللي هي من هاي العمليات من خمسة واطلع، هذا احنا اليوم عملناه، كتبناه تكملة للمثال اللي عملناه امبارح.
تكمل. بس امبارح هي اول نقطه في المثال اللي كتبناه امبارح، بلغ مجموع الكمبيالات المقدمه للتحصيل 90,000 دولار والعموله 1%، هاي حطيناها العموله امبارح تمام. كان اربع عمليات سجلناهن هنا وحلناهن امبارح، بس تكمل عليهن كملنا على اساس ما تتخربشوش. تمام. طيب العمليه رقم 2 اللي عندنا هنا اليوم، اللي سجل العمليه رقم 2، بلغ مجموع الكمبيالات التي ارسلت الفروع للتحصيل 40,000 دولار. مين حل لنا اياها هاي النقطه الثانيه؟ انا. انت فلان؟ هلا انا حليها. انا هو اللي بحكي بس عشان نعرف. مرح خليها يا مرح. من حساب الفروع كمبيالات مرسله للتحصيل الى حساب كمبيالات مرسله للتحصيل. صحيح. العمليه رقم 2، ارسلنا كمبيالات الى الفروع من اجل تحصيلها، راح نسجل الكاد. قديش قيمتها احنا كلنا؟ 40,000. صحيح. من حساب الفروع كمبيالات مرسلة للتحصيل قيمتها 40,000. هاي 40,000 إلى حساب كمبيالات مرسلة للتحصيل. ممتاز يا مرح. طيب عندنا النقطة اللي بعدها اللي هي نقطة رقم 3. سناء حليها نقطة رقم 3، تعرفي تحليها؟ سأرجع عليها. أرجع لها. بلغ مجموع الكمبيالات التي حصلت نقدا في البنك 30,000 دولار. تحلها سناء ولا مين؟ سناء حليها. من المذكورين حساب الخزينة وحساب الحسابات الجارية اللي هم كاتبوا الكمبيالات، إلى حساب الحسابات الجارية الدائنة اللي هم مودعين الكمبيالات. انتقي عن مثال امبارح. لا هو غلط، مش هيك، لأنه هون بيختلف هون. اسم المذكورين من حساب الخزينة يا أستاذ إلى حساب الحسابات الجارية الدائنة. صحيح يا جنة، صحيح. مش من مذكورين. ليش مش من مذكورين يا سناء؟ لأنه المثال اللي أعطيناكم إياه امبارح مش خصم. صحيح. المثال اللي أعطيناكم إياه امبارح كان فيه نقطتين، الأولى تحصيل نقدي وخصم من الحسابات الجارية. هون بس حصلنا نقدا تمام، بس حصلنا نقدا، فبالتالي لأن حصلنا نقدا هاي وضحت لسناء. بما أنه حصلنا نقدا شو راح يبقى عندنا القيد يا جنة؟ من حساب الخزينة إلى حساب الحسابات الجارية الدائنة. من حساب الخزينة إلى حساب الحسابات الجارية الدائنة للمستفيد. شوف راح نعمل قيد ثاني صح؟ لأنه في عندنا تحصيل، راح يجي في عندنا قيد ثاني، قيد إلغاء للقيد النظامي بمقدار المحصل صح؟ تابعين معانا يا جماعة؟ تمام. لأنه حصلنا 30,000 بنعمل قيد إلغاء، مش كنا دائما بنعمل بعد التحصيل قيد بمقدار المحصل قيد إلغاء؟ فراح يجي عندنا القيد، شو راح يجي عندنا القيد؟ قيد الإلغاء من حساب موضوعي، من حساب كمبيالات في رسم التحصيل إلى كمبيالات في رسم التحصيل. صحيح يا مرح. هاي 30,000 من حساب مودعي كمبيالات في رسم التحصيل إلى حساب كمبيالات برسم التحصيل. تمام. النقطة الرابعة، بلغ مجموع الكمبيالات التي رفض المدينون دفع قيمتها 10,000 دولار وكانت مصاريف لبروتستو 100 دولار. هاي مش بالفروع صح؟ إذا طلب ركزوا معي، إذا مش بالفروع معناته راح نعمل قيدين لمصاريف لبروتستو وقيد إلغاء. تمام. إذا دائما إذا أنا مش للفروع، يعني إذا رفض المدينون دفع قيمة الكمبيالات، هاي سجلوها ملاحظة، إذا رفض المدينون دفع قيمة الكمبيالات والكمبيالات عندي في البنك مش بالفرع، بعمل قيدين لمصاريف البروتستو وقيد إلغاء للقيد النظامي. تمام. طيب شو هن مصاريف البروتستو؟ أنا جاوبنا على مصاريف البروتستو، شو القيود اللي إلهن اللي كنا عليهن؟ اللي هي من حساب مصاريف البروتستو إلى حساب الخزينة.
هاي كداش قيمتها كنا احنا؟ تستو 100 دولار. هاي 100 دولار من حساب طريق البروتستو 100 الى حساب الخزينه. طيب نخصم مصاريف صحيح بدنا نخصم من وين؟ من حسابات الجاري الدائن. من حسابات الجاري الدائن المستفيد الى حساب مصاريف البروتستو 100 من حساب 100 صح. ومية إلى حساب مصاريف البروتستو صحيح. عدة النقطة 4 عدة النقطة 3. طيب خلينا بس دقيقة شوف. تمام 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 بس نشوف في استفسار. طيب يا هلا تمام ملاك ايش المشاكل حلناها قبل؟ طلعوا يا جماعة مصاريف البروتستو النقطة نقطة 3 بدك اياها يا سلامة. سلامة طيب تمام. طيب هسه بنعيد نقطة 3 ونقطة 4 تمام فيش مشكلة. نقطة 3 حصلت 30,000 دولار حصلت 30,000 دولار نقدا بدل شو؟ بدل كمبيالات. هو كلف السؤال هيو السؤال اللي أعطاني إياه هنا بلغ مجموع الكمبيالات التي حصلت نقدا في البنك 30,000 دولار. يعني أنا في البنك أخذت 30,000 دولار نقدا بدل شو هذول 30,000 دولار؟ بدل كمبيالات. فزاد الصندوق عندي بمقدار 30,000 دولار صح؟ زاد الصندوق عندي بمقدار 30,000 لأنه أجوا الناس أعطوني مصاري نقدا. زاد الصندوق عندي بمقدار 30,000 دولار. فجيت قلت من حساب الصندوق، الصندوق في البنك اسمه الخزينة صح؟ زادت فهي مدينة لأنها أصل. وبنفس الوقت حصلت لمين؟ للمستفيد. يعني المستفيد صار بده مني 30,000 دولار قيمة الكمبيالة اللي أنا حصلت له إياها. بالتالي زدت الحسابات الجارية الدائنة اللي هي عبارة عن التزام علي لصالح المستفيد بمقدار 30,000. ودائما قلت لكم امبارح ملاحظه اذا بترجعوها انه دائما بعمل قيد الغاء بمقدار المحصل. دائما بعمل قيد الغاء للقيد النظامي بمقدار المحصل. عملت قيد الغاء بمقدار 30,000 اللي هن حصلتهم 30,000. واضحه النقطه 3 يا سلامه للجميع واضحه؟ تمام تمام. النقطه رقم 4 يا سعاد في عندي مصاريف بروتستو. قلنا لكم في عندي حالتين، اما البنك الفرع نفسه بيدفع مصاريف البروتستو او فرع اخر. اذا الفرع اللي الي دفع مصاريف البروتستو باجي بسجل 100 دولار من حساب مصاريف البروتستو الى حساب الخزينه لانه الخزينه قلت عندي ومصاريف البروتستو زادت، والمصاريف كلما زادت فهي مدينه والخزينه دائن لانها قلت. وكلنا هاي ال 100 دولار مصاريف البروتستو لا تخص البنك، يعني لا تخص عمليات البنك وانما تخص الزبون. بالتالي بقفلها في حساب الزبون. تمام؟ بقفلها في حساب الزبون مباشرة. كيف بقفلها في حساب الزبون؟ بقول من حساب الحسابات الجارية الدائنة للمستفيد إلى حساب مصاريف البروتستو. تمام؟ مصاريف البروتستو حطيتها بالطرف الدائن، كانت مدينة بمقدار 100، صارت دائنة بمقدار 100، إذا رصيدها زيرو. تمام؟ الحسابات الجارية الدائنة للمستفيد نقصتها بمقدار 100، ليش نقصتها بمقدار 100 الحسابات الجارية الدائنة للمستفيد؟ لأنه هذول ال 100 دولار هن على الزبون، لازم الزبون انه يدفعهن. فحساب الجاري الدائن للمستفيد هو عباره عن التزام دائما يبقى دائن لما يزيد. هون اقل بده يجي بالطرف المدين. واضح واضح يا ابرار بالنسبه تمام واضح يا سعاد. ابرار بالنسبه للمصاريف، مصاريف البروتستو تقفل في الحساب الجاري الدائن للمستفيد لانه مصاريف البروتستو بالنسبة للمستفيد هذولا يعني بتعلقن في المستفيد، ما بتعلقن في أنا كبنك. ثناء لا فيش قيد إلغاء للبروتستو،
في قيد إقفال للبروتستو، أقفلتن في الحساب الجاري الدائن للمستفيد. ليش ما أقفلتنش في ملخص الدخل تبع البنك؟ لأن ما بخصين عمليات البنك، ما بخصين عمليات البنك، تمام؟ ما بخصين البنك هذول المصاريف البروتستو، يعني ما بصير إن أحطهم في قائمة الدخل اللي للبنك، تمام؟ طيب قلنا لكم دائما بعمل مصاريف البروتستو قيود الإلغاء بعملهن وبضيف عليهن إيش؟ بعمل قيد إلغاء بمقدار يتم عمل قيد إلغاء، نكتبها مرة ثانية، يتم عمل قيد إلغاء بمقدار ما تم تحصيله أو بمقدار ما تم رفض دفعه. قديش الكمبيالات اللي رفض دفعها؟ 10,000. 10,000. بعمل القيد اللي هنكده، شو قيد إلغاء؟ اللي هو من حساب موضوعه شيكات برسم التحصيل إلى حساب كمبيالات برسم التحصيل، صح؟ صحيح. التحصيل الى حساب مودعو كمبيالات، عفوا، الى حساب كمبيالات برسم التحصيل، تمام. هذا قيد الغاء واحد عملته. ليش؟ لانه فيش عندي كمبيالات مرسله الى الفروع، تمام. يعني عشان احط لكم اياها ملاحظه وتنتبهوا عليها برضو وانتم تدرسوا في الملف. هذا الملف يا جماعة بتقدروا على فلاشة تجمعوهن كل أسبوع أسبوعين وتطبعوهن على ورق، أحسنكم ما تدرسوهم من الكمبيوتر أو البلفون أو زي ما بدكم. إجمالا عند رفض كاتب الكمبيالي دفع قيمتها، هناك الحالة الأولى أن تكون الكمبيالي مرسلة إلى الحالة الأولى أن تكون الكمبيالي مرسل إلى الفرع، هنا يتم عمل قيد واحد للبروتستو ويتم عمل قيدين إلغاء. أما إذا كانت الكمبيالي غير مرسلة إلى فروع وتم رفض دفع قيمتها، يكون هناك قيدين بروتستو وقيد إلغاء، تمام. هاي عشان تركزوا عليها وتدرسوا في المادة، أعطيكم إياها لون ثاني. تمام يا جماعة. يعني هسه احنا هون في هاي الحالة طلعوا كانت الكمبيالي غير مرسلة للفرع، هذه العملية هاي الحالة لانها رقم 4، شو كان اللي فيها؟ كان اللي بلغ مجموع الكمبيالات التي رفض المدينون دفع قيمتها 10,000 دولار وكانت مصاريف البروتستو 100 دولار، تمام؟ في هاي الحالة ما كان لانه سبق ارسالها للفروع، فشو عملت انا؟ عملت قيدين للبروتستو، قيد اثبات دفع مصاريف البروتستو وقيد اقفال لمصاريف البروتستو وقيد الغاء، هذه اللي قلت لكم هون يتم عمل إذا كانت الكمبيالي غير مرسلة إلى فروع وتم رفض دفع قيمتها، يكون هناك قيدين بروتستو وقيد إلغاء. وأنا هيني هون عملت قيدين بروتستو، هاي قيدين بروتستو وقيد إلغاء، تمام. أما إذا كانت مرسلة إلى الفروع، طيب يا هلا لازم نخلي أسئلة تحلها، تمام. أما إذا كانت مرسلة إلى الفروع، هيا بلغ مجموع النقطة الخامسة، بلغ مجموع الكمبيالات التي رفض المدينون دفعها لدى الفروع بقيمة 15,000 دولار وكانت مصاريف البروتستو 200 دينار. وين أسيل؟ أسيل بدها تحلها ولا لا يا هالة؟ حلها أنا يا أستاذ. نشوف أسيل ايش تقول علامات لناس وناس. طب يلا حليها يا هالة. حلها انا. حليها يا هالة. اللي هي من الحساب الحسابات الجارية. حليها يا هالة، خلاص تمام. من حساب الحسابات الجارية الدائنة إلى حساب المصروف البروتستو،
صحيح. اللي هو المبلغ 200. الحسابات الجارية الدائنة. الدائنة. لا حساب إلى حساب إيش قلتي لي؟ مصروف البروتستا. إلى حساب الفرع. إلى حساب الفرع. لأنه هذول دفعهن مين؟ الفرع. هاي بكله رفض المدينون دفع هذا الفروع. إذا أنه دفع مصاريف البروتستو دفعهن الفرع. الفرع اللي إحنا بدنا ندفع له صح؟ أنا راح أدفع للفرع صحيح. أنا راح أدفع للفرع. تمام. طيب وبنفس الوقت راح يبقى في عندك قيدين إلغاء صح؟ راح يبقى في عندك قيدين إلغاء اللي هن أول إشي قيد إلغاء للقيد النظامي اللي هو إيش؟ تمام يا هالة من حساب مودعو قنبلات برسم التحصيل إلى حساب من حساب مودعو قنبلات برسم التحصيل إلى حساب قنبلات برسم التحصيل. ممتاز صحيح صحيح ممتاز يا هالة. وفي عندنا قيد إلغاء ثاني اللي هو إيش قيد الإلغاء الثاني اللي راح نعمله؟ من حساب الفروع إلى قنبلات برسم التحصيل إلى قنبلات مرسلة للتحصيل صحيح. مرسلة التحصيل صحيح. 15,000 من حساب قنبلات مرسلة للتحصيل إلى حساب الفروع صحيح يا هالة. قنبلات مرسلة للتحصيل صحيح. أستاذ هون دايما قيدين إلغاء مش فاهم هذا الشيء. واحد إقفال واحد إلغاء صح أستاذ؟ لا هذول اثنين إلغاء. دايما اثنين؟ مش دايما اثنين. لما يبقى إلا الفروعين حطيت لكم إياها هون ملاحظة. عند رفض كاتب الكمبيالي دفع قيمتها هناك حالتين ودفع مصاريف الحالة الأولى أن تكون الكمبيالي مرسل إلى الفرع هنا يتم قيد واحد للبروتستو وعمل قيدين إلغاء. فعلا هاي نعملنا قيد واحد للبروتستو وعملنا قيدين إلغاء. هاي قيد واحد للبروتستو هذا البروتستو وفي قيدين إلغاء. تمام واضح يا جماعة؟ واضح. بس القيد آخر إشي بدي قيد الإلغاء الثاني أشوفه بس. هاي وهذا ما أحد يقوم إياه ما أنا هيك بكتب. إيش في مش فاهم إيش في تغيير القيود؟ يعني قصدي بكل الأسئلة أستاذ بضلها نفس القيود. نفس القيود بس مش مصمم. يعني نفس المبدأ. أنا عظيم حطيت لكم أنا وين تبي قيد وين تقيدين. تمام حطيت لكم إياه في ملاحظة باللون الأحمر. هذا الملف راح أودي لكم إياه أنا على ال على ال ام اس. تمام. هذا عنده استفسار يا جماعة اللي أخذناه؟ كلكم تمام؟ هل عنده استفسار يا جماعة؟ محمد طه تمام؟ تمام أستاذ. أنا شايفكم مستوعبين على التعليم الإلكتروني أكثر من اللغة. نظل إلكتروني. يا ريت يا أستاذ. يا ريت. عشان أستاذ خلص كل شيء تمام وواضح. تمام تمام لأنه في المحاضرة هس واسكت وقومي من هنا واسكت من هنا نضيع المحاضرة. أستاذ هاي أسيل هاي أسيل وهالة وسناء وناس. ولا الشباب ما شاء الله عنهم. كمال وين؟ لا يا حرام. كمال معنا ولا لا؟ مش داخل كمال. ليه الحضور والغياب هون ناخذه احسن شيء؟ لا استاذ في حضور غياب هان؟ لا في شيء بس لو في سهل يعني. استاذ انسى استاذ. طوالي لا احنا بنقدر نغلبكم يعني نضبطكم. بس ان شاء الله تعالى. استاذ خلصوا 30 دقيقة.
ما هي نخلص بهمش. هاي لا لا فيش حضور غياب، فيش حضور غياب هون، فيش حضور غياب، هذا شيء اضافي اصلا. يا هلا كل شيء ملاحظة. في امل نرجع الجامعه ولا ان شاء الله ولا شو هيدي اذا بترجع في حالات فرم الله استاذ ان شاء الله في رجع ان شاء الله استاذ تقدر لو سمحت تعيد النقطه الخامسه بسرعه طيب عيدها شوي شوي ليش بسرعه شو في عليك هي يعني النقطه الخامسه بلغ مجموع الكمبيالات التي رفض المدينون دفع قيمتها لا يا داري مش راح نعطي شيء ثاني يوم لا وهلا ان شاء الله ما راح تتمدد ان شاء الله بس لسه ما حداش بيعرف شيء بس ان شاء الله ما بتتمدد النقطه الخامسه الاخيره اللي اخذناها هي بلغ مجموع الكمبيالات رفض المدينون دفع قيمتها لدى الفروع 15000 دولار كانت مصاريف البروتيستو 200 دينار تمام احنا في عندنا هون حطيناكم اذا رفض كاتب الكمبيالات قيمتها وكنا مرتينها للفروع راح نعمل قيد للبروتيستو وراح نعمل قيدين الغاء تمام راح نعمل قيد للبروتيستو وراح نعمل قيدين الغاء قيد البروتيستو هيو من حساب الحسابات الجاريه الدائنه للمستفيد الى حساب الفرع ليش حطينا الحسابات الجاريه للدائنه للمستفيد حطيناها بالطرف المدين لانها قلت تمام لانها قلت ليش قلت لانه راح اشيل منها 200 دولار من المستفيد واوديه للفرع لانه الفرع دفع ال 200 دولار تمام وبعمل قيدين الغاء قيد بلغي فيه اني استلمت الكمبيالات لان انا تلقائيا رجعت الكمبيالات للزبون وقيد بلغي فيه اني ارسلت الكمبيالات للفرع ليش لان انا اخذتهم من الفرع ورجعتهم للزبون تمام واضح يا نجاح طيب تمام 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 حدا عنده استفسار يا جماعة ننهي اللقاء اليوم الله يعافيكم أكيد راح ننزل أعطيك العافية الله يعافيكم الله يعافيكم راح ننزل موعد المحاضرة بكرة بركنا الله يعني بكرة خلصنا كل الأشياء اللي بنكون ملحوقين فيها وبعدها بنبلش على موعد المحاضرة نعطيكم إن شاء الله الله يعافيكم الجميع الجميع الله يعافيكم حدا عنده استفسار أستاذ لما بنحكي صوتي بتعرف مين اللي حكى ولا لا هي ولا ببين عندك الاسم هي سلمى محمد حسين سلمى طيب يا سلام شو حاب تشغلنا اغنية لا لا يب. شغل يا سلمى شغل روحي روحي احسن لك اللي بخربش ببينش بس هي اكيد بتبين الطريقة بس انا لسه ما فحصتش والله أستاذ احنا بنعرف مين اللي بخربش بس خلاص ناش نفسد على بعض لا مش فساد انا اللي خربش عادي خربوني سلام يا استاذ لا 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 والله ما هو انا مش انا استاذ هاي هلا علموها شايف بتخرب شو اساس بدها تخربش أستاذ هي اللي بتخربش هي ومحمود هلا محمود بسيج وسناء أخرى وأسيل مرات أنا اليوم بشوف شايف هاي بيعرفوها إن شاء الله وبنشوف أنا اللي بخربش لا بمزح بعرفش هاي سلامة هاي عبولك اللوح سلامة يلا ياسين إن شاء الله بالتوفيق الله يوفقكم الجميع اي استفسار ودولي وانا بجاوبكم ان شاء الله تمام لا يا سعاد الناس بتعمل هذا بعدين يخربشوا ان شاء الله اللي هون تمام يلا يعطيكم العافية وموفقين ان شاء الله لا لا مش خط الناس مش خط الناس تكلعونيش استاذ خلص سكر استاذ نروح الله يعطيكم العافية يعطيكم العافية